الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 25 بعد 100 تحت عنوان نظرية الحلقة، وهي طبعا الجزء الأول منها O-Ring Theory. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكافة أحبتنا الطلبة في الجامعات العربية، وبخاصة أقسام الاقتصاد وتخصص اقتصاديات التنمية. وعلى بركة الله نبدأ. نظرية الحلقة أو ما يسمى O-Ring Theory، يمكنني أن أستخدم اسما آخر لنظرية الحلقة، وذلك بتجسيد مثل شعبي شائع في بلاد الشام حول أثر تفاحة معينة على باقي التفاح الموجود في صندوق للتفاح، وهي فكرة سأشرحها بإذن الله تعالى في الشرائح القادمة. أما نظرية الحلقة فهي مستوحاة من الكارثة التي حلت بمركبة الفضاء الأمريكي تشالنجر في العام 1986، فهي إذا نظرية حديثة بكل ما في ذلك المعنى، رغم قدم معرفتها من قبل الناس العاديين. هذا المنظر يذكرنا بالمركبة تشالنجر قبيل انطلاقها إلى الفضاء الخارجي في العام 1986. استكمل. يعود أصل هذه النظرية الحديثة القديمة إلى بداية العام 1986 كما ذكرت بالسابق، وبالتحديد في شهر فبراير شباط من العام المذكور، وفي موعد انطلاق المركبة تشالنجر من قاعدة رأس كانيفرال كيب كانيفرال فلوريدا الولايات المتحدة إلى الفضاء الخارجي. انطلقت المركبة تشالنجر بتكلفة قدرت حينها $3 مليارات، وبعد انطلاق المركبة بثلاث دقائق حدث انفجار عظيم نتج عنه كرة لهب ضخمة، وقتل رواد الفضاء 7 ودمار المركبة الفضائية بأكملها. هذه الصورة مستوحاة من ذلك المنظر، يعني عبارة عن صورة حقيقية لكرة اللهب على ارتفاع اعتقادي كان بين 100 إلى 110 كيلومترات فوق سطح البحر في المحيط الأطلسي. وهؤلاء هم الرواد 7 الذين قتلوا في ذلك الحادث. بعد 3 أشهر من التحقيقات المستمرة من قبل الخبراء والمهندسين، تبين لهم بأن حلقة معدنية تعمل في صمام الوقود قد فشلت في التمدد حسب الوقت المحدد لها، ما أدى إلى ارتفاع ضغط الوقود داخل خزان الوقود ونظام الاحتراق النفاث، وبالتالي الانفجار المدمر. خلال عمليات التحقيق تبين المحققين الحقيقة المفجعة، ومفادها بأن مسؤول عطاءات شراء قطع غيار المركبة الفضائية قد خير بين نوعين من الحلقات المعدنية التي تتمدد وتساعد الصمام في ضبط كمية الوقود المتدفقة إلى نظام الاحتراق النفاث. كانت كلفة النوع الأول $10، وكلفة النوع الثاني $15، فاختار الحلقة، يعني هذا الإنسان مسؤول عطاءات، اختار الحلقة رخيصة الثمن كي يوفر $5 على وكالة ناسا للفضاء. لكن خاصية التمدد في النوع الثاني الأعلى ثمنا أفضل من خاصية التمدد في النوع الأول الأقل ثمنا، وبالتالي كانت كلفة توفير $5 فقط ما يقدر $3 مليارات وفقدان رواد فضاء من الطراز الأول وخسائر نفسية باهظة. فنشأت من ذلك الحلقة أو نظرية الحلقة أو ما تسمى عند الأمريكيين The O-Ring Theory، على يد اقتصاد التنمية والفيلسوف والمفكر الأمريكي مايكل كريمر. وقد عرفت النظرية عند علماء اقتصاديات التنمية بنظرية كريمر في التنمية الاقتصادية، كريمرز O-Ring Theory of Economic Development. هذا هو مايكل كريمر. وقد وظف الاقتصاديون هذه النظرية في مجالات متعددة، منها التنظيم الصناعي Industrial Organization، وتنظيم عمليات الإنتاج Production Management، وتنظيم العمل Labor Management، وتعظيم حجم الإنتاج عندما توظف العمالة على شكل فريق واحد، هنا تيم، يعني الفراغ هنا نسيت أن أعبره باللغة الإنجليزية تيم، أو فرق متعددة ملتي تيمز،
وطوروا هؤلاء الاقتصاديون تطبيقات متعددة جدا للنظرية في مجال الاقتصاد الوطني National Economy والفقر Poverty والبطالة Unemployment ونوعيات الإنتاج Output Quality والمجالات السياسية المتعلقة بفرق العمل الحكومي. أينما ذهبنا تعتمد نظرية الحلقة على عدة افتراضات متضمنة فيما يسمى دالة الإنتاج الحلقية O-ring production function، وهذه الافتراضات على النحو التالي: الافتراض الأول يعتمد الإنتاج يعتمد على استكمال وتكاملية سلسلة من المهام، كأن نقول تحضير المواد الخام الضرورية لصناعة آلة معينة أو سلعة معينة، نقل هذه المواد الخام المطلوبة، تجهيز المواد الخام المطلوبة بالمقادير المحددة، تصنيع قطع الآلة أو السلعة المستهدفة، تجميع القطع في الآلة أو السلعة المعنية، تغليف الآلة أو السلعة، نقل الآلة أو السلعة حيث تباع، بيع الآلة أو السلعة للمستخدم. هذه كلها سلسلة من العمليات المتكاملة أو المهام المتكاملة، وهكذا. أو ربما تتألف حلقات وسلسلة إنتاج من أعمال معينة وأدوار ووظائف محددة يقوم بها العاملون على خطوط الإنتاج بشكل تكاملي. وأنا هاي الصورة المعبرة عندي هون خط إنتاج، هذا الشخص مسؤول عن مهمة معينة، هذا الشخص مسؤول عن مهمة معينة، هذا الشخص على خط الإنتاج هذا مسؤول عن مهمة معينة، وهذا الشخص مسؤول عن مهمة معينة. عندما تصل البضاعة إلى هذا آخر شخص يضعها في الصندوق لتنتهي المهمة. طبعا هنا في عندي صورة حقيقية من مصنع للمحركات في مصانع فورد الولايات المتحدة، كيف أن المحركات على خط الإنتاج عند كل جزء ومقابل كل عامل هناك مهمة معينة للعامل أو الإنسان الآلي الذي يقوم بتركيب فقط قطعة بسيطة أو جزء بسيط من المحرك. الآن أمثلة من الواقع على تكاملية الإنتاج لأي نشاط إنتاجي. لنفترض يعني أي واحد منا بيعرف هذا المثال، العمليات التدريسية. التلميذ الصغير يدخل المدرسة الابتدائية لمدة 6 سنوات، يكتسب خلالها بعض المهارات الأساسية، ثم ينتقل إلى المرحلة الإعدادية لتتراكم لديه خلال هذه الفترة تتراكم المعرفة وتترسخ المهارات الأساسية التي اكتسبها في المرحلة الابتدائية. بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأعلى وهي الثانوية، يكتسب خلالها معارف إضافية ومهارات أكثر تعقيداً، ثم ينتقل إلى المرحلة الجامعية الأولى أو ما بعدها. السؤال الذي يجب الانتباه إليه: ماذا لو أخفق أحد القائمين على المراحل الأولى في تقديم المعرفة الضرورية والمهارات الأساسية للتلاميذ؟ بالتأكيد سيكون جيلا كاملا من الطلبة في المراحل المتأخرة ممن يفتقرون إلى المهارات الأساسية فيخفقوا في العلم والتقدم والمعرفة. هذه هي الآن الصورة المعبرة، هذه مرحلة التأسيس، مرحلة الترسيخ، مرحلة التفكير، ومرحلة الابتداء الإبداع. ممكن يعني أن نعبر عن ذلك بتلميذ الطالب الابتدائي، هنا الطالب في المرحلة الإعدادية، هنا الطالب في المرحلة الثانوية، وهنا المرحلة الجامعية. تكاملية المنتج العلمي هنا تأسيس، ترسيخ، تفكير، إبداع، وبالتالي اتجاه الأسهم إلى الأعلى إلى الأعلى. والآن من التأسيس ننتقل إلى الترسيخ، ثم من التفكير، وأخيرا إلى الإبداع. السؤال: أي إخفاق هنا أو حال أي إخفاق في هذه المرحلة سينعكس هنا في المراحل النهائية؟ إنتاج البشر، نحن ننتج بشر الآن، بشر ليس خلقا، لكن نصنع أفكارهم من خلال عمليات تدريسية. فإن كان إخفاق هنا في هذه المرحلة من الإنتاج سيكون كارثة في هذه المرحلة الأخيرة. أمثل الواقع على تكاملية الإنتاج لأي نشاط إنتاجي. صناعة السيارات مثلا، تعني كفاءة الإنتاج في عمليات إنتاج السيارات أن تتحقق العملية التكاملية بأقصر وقت ممكن
وأقل كلفة ممكنة وأفضل نوعية. الآن المرحلة الأولى على سميتها وإن كانت شوي مبسطة، يعني أنا بسطتها لدرجة يعني سطحية، لكن بتعبر عن واقع أو عن الصورة المراد توصيلها للمتابع والطلبة. أنا المرحلة الأولى تجهيز جسم السيارة، الآن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دهان جسم السيارة، والمرحلة الثالثة تجميع وتركيب القطع الميكانيكية. هنا ليست سيارة وهنا ليست سيارة، الآن هنا تصبح سيارة. فإذا كان أي إخفاق هنا في المراحل هذه الأولى أو الثانية، طبعا سينعكس هنا في المرحلة الأخيرة التي معناها أنه بدأنا بمشروع سيارة لكن انتهينا بلا شيء، هذا إذا كان في إخفاق. لكن إذا نجحت المرحلة الأولى ونجحت المرحلة الثانية، فسنحصل على المنتج النهائي بالكيفية وبالنوعية المطلوبة وبالكلفة طبعا، إنتاج السيارات طبعا. الافتراض الثاني التي تستند إليه نظرية الحلقة، فشل أي مهمة من المهام يؤدي انخفاض الإنتاج أو ربما إخفاق عملية الإنتاج بالكامل، وقد تصل قيمة الإنتاج إلى الصفر. هذه الآن بدي أمثل على شكل أسهم عملية الإنتاج. نبدأ في هذه المرحلة، ننتقل للمرحلة الثانية والأخيرة، هذه سلسلة عمل الإنتاج. الآن أي إخفاق هنا ينعكس هنا. الافتراض الثالث، حلقة ضعيفة واحدة في سلسلة الإنتاج تؤدي إلى تدمير عملية الإنتاج وتقليل قيمته إلى الصفر. الافتراض الرابع، لا يمكن التعويض عن القليل الجيد بالكثير الرديء، وهذه حكمة عظيمة ينبغي الانتباه لها من الطلبة والمفكرين والباحثين حتى الذين يعملون في المجال السياسي. عندما يختارون فريق الحكومي يجب أن يتسم بالكفاءة العالية، لأن أي مسؤول، أي وزير، أي مدير عام يخفق أو يكون من أصحاب الكفاءات الرديئة سيؤدي إلى كوارث وطنية لا تحمد عقباها وتتراكم عبر التاريخ حتى تصبح الدولة هزيلة. دالة الإنتاج الحلقية O-ring production function التي تأخذ الشكل التالي الآن، Q إما كمية الإنتاج بالمطلق أو نسبته مما هو مرغوب فيه. فإذا كان على سبيل المثال الكمية المطلوبة 100 وحدة وأنتجنا 10 وحدات، معناته نسبة الإنتاج 10%. إذا أنتجنا 100 وحدة بتكون 100%. فعندي الآن هي ترمز L إلى العمالة أو عدد المهام، هذه العمالة أو عدد المهام المطلوبة لإنجاز العمل، وI إلى العامل الفلاني I 1 2 3 4 وهكذا، Q إلى مستوى نوعية العامل I. وعلى سبيل المثال QI تساوي 1 تعني أنه الآن كفاءة العامل I تساوي 100%، أي بأن كفاءة العامل I وصلت إلى حد الكمال الممتازة، وليس هناك احتمال للإخفاق مهما كان نوعه إذا كانت QI تساوي 1 اللي هي 100%. وتعني Q sub I تساوي 0.99 أو 0.99، أي 99%، بأن كفاءة العامل I وصلت إلى أقل من الحالة الممتازة، وهناك احتمال مقداره فقط 1% للإخفاق. وتعني Q sub I تساوي 0.5 أو نصف وتساوي 50%، بأن كفاءة العامل I وصلت نصف المستوى الممتاز، وهناك احتمال مقداره 50% للإخفاق، وهكذا. الشيء اللافت في حالة كفاءة العامل هو أن تفاعل العمالة مع بعضها البعض في سلسلة الإنتاج تتميز بالخاصية الضربية التضاعفية multiplicative، انخفاضاً أو ارتفاعاً. المقصود فيها الملتبليكتيف أنه الآن المجموعات من العمالة التي تتسم أو تتصف بكفاءة عالية جداً جداً تدفع بعضها بعض إلى الأعلى، والمجموعات الرديئة تدفع نفسها إلى الأسفل، وإذا اختلطت هناك كمان تحل كارثة بما يتعلق بنوعية الإنتاج. المقصود الآن هو ما يعني بأن الكفاءة المنخفضة تسحب الكفاءة العالية إلى الأسفل، وهما سيتضح إن شاء الله بواسطة الأمثلة الآتية. أي الآن أريد يعني أعيد تعريف المصطلحات هنا، المنتج النهائي كما ونوعا أو نسبته من مجموع الإنتاج المطلوب،
الآن عدد العمال أو عدد المهام التي يقوم بها العمال أو العامل، وعندي هنا مستوى كفاءة العامل، مستوى الكفاءة. طبعا هو مستوى الكفاءة محصورة بين الصفر والواحد صحيح، أي بين الصفر والمئة بالمئة. فإذا كان العامل كفاءته عالية جدا ممتازة يمكن أن يحصل على الواحد صحيح من المئة، وإذا كانت باتجاه الصفر تتدنى كفاءته حتى تصبح صفرا، وبالتالي يكون النوعية رديئة. مثال توضيحي، لنفترض بأن Q sub i تساوي 0.8 وتساوي 80%، ما يعني بأن احتمالا مقداره 80% أن يؤدي عامل مهمته المطلوبة منه، وهناك احتمال 20% أن يخفق العامل في إنجاز مهمته. وقد تعني بأن هناك احتمال مقداره 50% لاستكمال العامل مهمته بنجاح تام، واحتمال مقداره 50% لانخفاض قيمة الإنتاج بمقدار 40%، وذلك حسب المعادلة التالية. الآن هي 50% ضرب 1 صحيح اللي هو 100% الكفاءة، زائد 50% بانخفاض الإنتاج أو قيمة الإنتاج بمقدار 40% معناته 60% المحقق منه، وبالتالي الآن 50% في 1 زائد 50% في 60% تساوي 0.5 زائد 0.3 تساوي 8 اللي هي 80% المقصود فيها هنا 80%. هذا أداء المهمة بنجاح، هنا تخفيض قيمة الإنتاج بمقدار 40%، النتيجة النهائية المحتملة اللي هي 80%. ما يعني بأن هناك عددا لا نهائي، يعني بناء على هذا التفسير وهذا التفسير، هناك عدد لا نهائي من توليفات النجاح والفشل التي يمكن استنباطها من المعادلة، لكن كلها يشير إلى النتيجة النهائية باحتمال كبير للإخفاق. تحديد الإنتاج أو نسبته، يعني كمية الإنتاج أو نسبته من الكمية المطلوبة، قيمته ونوعيته وعلاقة ذلك بكفاءة العمل العمالة الموظفة Q sub i. الآن Q إما كمية الإنتاج أو نسبته من الكمية المطلوبة تساوي عدد العمال أو عدد المهام ضرب، الآن هنا المقصود بالمولتبليتيف أو الأثر الضربي أو التضاعفي، نضرب الآن عدد المهام أو عدد العمال حسب دالة الإنتاج الحلقية مضروبة في حاصل ضرب كفاءات العمالة الموظفة أو كفاءات المهام التي يقوم بها العمال. وبالتالي الآن المنتج النهائي كما ونوعا أو نسبته من مجموع الإنتاج المطلوب، الآن عدد العمالة أو عدد المهام، وهذه مستوى كفاءة العامل الأول مضروبة في مستوى كفاءة العامل الثاني مضروبة في مستوى كفاءة العامل الثالث مضروبة طبعا في مستوى كفاءة العامل الأخير. هذه الآن جميعها مستويات كفاءة ونوعية العمال لكل مهمة، لكل مهمة على حدة. بعض الأمثلة، أمثلة على تفاعل مستويات كفاءة العاملين، لنفترض بأن عدد المهام أو عدد العمال يساوي 10، وأن كفاءة كل واحد منهم كانت Q sub i تساوي 1 صحيح، أي أنه كل واحد يتميز بكفاءة ممتازة عالية بمطلق 100%. ما يعني الآن بأن Q إما كمية الإنتاج أو نسبته من المطلوب تساوي L ضرب 1 ضرب 1 ضرب 1 تساوي 10 ضرب 1 صحيح تساوي 10، أي المقصود 100%، يعني كانت كمية الإنتاج المطلوبة 110 فتحققت 10 على الأرض اللي هي 100% من كمية الإنتاج. هنا المنتج النهائي كما ونوعا أو نسبته من مجموع الإنتاج المطلوب، هنا عدد العمال أو عدد المهام، مستوى كفاءة العامل الأول، مستوى كفاءة العامل الثاني، وهذه مستوى كفاءة العامل الثالث، وهذا مستوى كفاءة العامل العاشر لأنه افترضنا بأن L تساوي 10. وهنا طبعا عدد العمالة وعدد المهام تساوي لها مستوى الكفاءة الكلية، لأن 1 ضرب 1 ضرب 1 وهكذا 10 مرات تساوي 1 صحيح وتساوي 10. إذا المنتج النهائي كما ونوعا أو نسبته من مجموع الإنتاج المطلوب. الآن لو افترضنا بأن البقيت كما هي اللي هي عدد العمال أو عدد المهام، لكن كفاءة كل واحد منهم كانت ليس واحد صحيح،
99% فاصل 99.99% انخفض فقط بمقدار 1 ملي الكفاءة. ماذا تكون النتيجة النهائية؟ هنا ملفتة جدا، وأرجو من الأحبة المتابعين والطلبة أن ينتبهوا لها ويعوريها الانتباه المهم جدا. بتكون النتيجة أن كمية المنتج النهائي أو نسبته من المجموع المتوقع كما يأتي. لاحظ أنه Q تساوي L في .99 ضرب .99 10 مرات، أي 10 هنا L تساوي 10 ضرب 9.99 للقوة 10، وتساوي النتيجة النهائية 9.044. إذا حولناها بالمية بتكون 90.44%، أي أن الإنتاج انخفض بمقدار تقريبا 10%، 9.54% تقريبا 10%، نتيجة لانخفاض كفاءة العامل بمقدار 1%. لاحظوا قديش أهمية الآن أن نكون عن مستوى عالي من الكفاءة. نكمل المثال بأرقام مختلفة. الآن لو افترضنا بأن ال بقيت عند المستوى 10 اللي هي عدد المهام أو عدد العمالة حجم العمالة، وأن كفاءة كل واحد منهم كانت 95%. طبعا احنا بنقول مرات يا سلام 95% مقبول، لكن لاحظوا شو بيصير إذا كان فعلا أنه التفاعل بيناتهم ضربي ملتبلتب، لكانت كمية المنتج النهائي أو نسبته من المتوقع المجموع المتوقع كما يلي: Q تساوي L بقيت 10 ضرب 0.95 اللي هي فاصلة 95 ضرب فاصلة 95 ضرب فاصلة 95 10 مرات، وتساوي 10 ضرب فاصلة 95 لقوة 10، يهبط الإنتاج إلى أقل من 60%. يعني الآن النتيجة النهائية بتكون 5.987 وتساوي 59.78%، أي أن الإنتاج انخفض بأكثر من 40%، أي أن الإنتاج انخفض بمقدار أكثر من 40% بقليل، نتيجة لانخفاض كفاءة العامل بمقدار 5%. وهنا فعلا الكارثة. لو افترضنا بأن العشرة بقيت وأن كفاءة كل واحد من هؤلاء العمال أصبحت Q سب I تساوي 90%، 0.9 لتسعة بالعشرة 90%، لكانت كمية المنتج النهائي أو نسبته من المجموع المتوقع كما يلي: بنلاحظ برضه هنا الانخفاض العظيم الملحوظ تساوي طبعا Q تساوي L ضرب فاصل 9 ضرب فاصل 9 ضرب فاصل 10 مرات، وتساوي 10 ضرب فاصل 9 قوة 10 وتساوي 3.487، أي أن الإنتاج انخفض إلى أقل من 35%، معنى ذلك أكثر من 65% خسارة من قيمة الإنتاج أو كميته، أي أن الإنتاج انخفض بمقدار أكثر من 65% بقليل، نتيجة لانخفاض كفاءة العامل بمقدار 10%. وهكذا التمثيل البياني. لاحظ أنه الآن عندي هنا حجم العمالة بقيت كما هي عند المستوى 10 اللي افترضنا قبل قليل، لكن لاحظوا كيف الانهيار المتسارع نحو الصفر في انخفاض حجم الإنتاج أو المنتج النهائي كمنا نوعا أو نسبته من مجموع الإنتاج المطلوب بشكل حاد الهبوط. هنا عدد العمال أو عدد المهام ثابت عند 10 عند 10، فلاحظوا كيف المستوى مستوى الإنتاج هبط بسرعة من 100% إلى تقريبا 0% عندما يعني كلما قلت الكفاءة. يقصد الآن في موضوع آخر مرتبط اسمه تطابق المستويات الماتشنج في نظرية الحلقة quality matching in the O-ring theory. يقصد بتطابق المستويات quality matching هو تجميع مستويات كفاءة العاملين المتشابهة مع بعضها، فالمستوى العالي يجمع مع مثيله العالي والمستوى المتدني يجمع مع مثيله المتدني، فإذا خلطت المستويات العالية مع المستويات العالية فإن الإنتاج يبقى مرتفعا إلى حد ما، وإذا خلطت المجموعات الرديئة مع الرديئة فإن الإنتاج لا يتأثر بمستوى عالي، أما إذا خلطت المستويات العالية مع الرديئة فإن الإنتاج سينخفض حتما. نثبت ذلك على شكل رياضيات بسيطة. لنفترض بأن Q sub H ترمز إلى النوعية العالية High Quality،
وترمز QL إلى low quality النوعية الرديئة. وقد وضع عاملان، بس يعني استخدمنا عاملين فقط لغير، وضع عاملان من كل مستوى كما يلي. الآن اثنين في، طبعا نضرب احنا حاصل ضرب الكواليتي، ف QL QH طبعا ضرب QH فبصير عند اثنين QH تربيع. واستخدمنا 2QL يعني نوعي عاملين من نوعية رديئة، فتصبح زائد 2QL تربيع، أو يعني يفضي ذلك إلى لو اثنين بصير 2QHH زائد 2QLL. بالقسم على اثنين نحصل على الآن QH تربيع زائد QL تربيع، أو لاحظوا لي هون قسمنا على اثنين، أو QHQH زائد QLQL وتساوي 2QHQL. الآن هاي الآن كفاءة ونوعية خليطة، في حين أنه هنا بقيت العالية اللي هي. استكمل مثال، أرجع بالله بس إذا سمحتوا لي، لأنه هنا بالقسمة على اثنين نحصل على هاي، ما يمكن أن ينتج QH تربيع زائد QL تربيع أو 2QHQL. نعيد هلا في الحلقة في الشريحة هذه. لنفترض بأن QH تساوي 1 صحيح، وأن QL تساوي 7/10. لاحظوا هنا كفاءة 100%، لكن هنا 70% كفاءة. ما يعني بأن نتيجة QH تربيع زائد QL تربيع تكون كما يلي: 1 تربيع زائد فاضل العالي هذا 100% تربيع، زائد 7/10 تربيع للمنخفض الكفاءة. إذا المجموع بيكون 1.49، وتكون نتيجة 2QH. لاحظ هنا جمعناهم مع بعض، هؤلاء الاثنان العاملان اللذان يتميزان بكفاءة عالية، وهؤلاء العاملان يتميزان بكفاءة منخفضة. كان مجموع الإنتاج 1.49 تقريبا 1.5. أما إذا خلطنا الآن العالي مع المنخفض، طبعا 2، تكون النتيجة 2 في 1 ضرب 7/10 وتكون 1.4، لكن 1.5 تقريبا أعلى من 1.4، ما يعني بأن التجميع المتطابق أفضل من الخلط بين النوعيات المتباينة. لنفترض الآن بأن الفرق بين QH ناقص QL، هذا الفرق أكبر من 0، فإذا ربعناه نحصل على المعادلة التالية لأنها متباينة. بصير عندي QH تربيع زائد QL تربيع ناقص 2QHQL أكبر من 0. إذا نقلنا هذه إلى بعد اللامساواة تصبح كما يلي. هلأ بس خلينا أشرح هذا. هون عندي كفاءة ونوعيات متطابقة، هنا كفاءات ونوعيات متطابقة، هنا متطابق، هاي متطابقة، لكن هذه كفاءات ونوعيات مختلطة. الآن بعد ما نقلنا شو بصير عند الفرق؟ QH ناقص QL بالقوس تربيع أكبر من 0، هذا يعني أنه QH تربيع زائد QL تربيع أعلى من أو أكبر من 2QHQL. هذا بيكون لأنه متطابق أعلى من أعلى من المختلط، وبالتالي يكون إنتاج التوليفات المتطابقة أعلى من إنتاج التوليفات المختلطة، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الأجور في عمليات الإنتاج التي تعتمد على توليفات عالية الكفاءة وبالاقتصاد الوطني بشكل عام، وانخفاض معدل الأجور في عمليات الإنتاج التي تعتمد على توليفات متدنية الكفاءة وبالاقتصاد الوطني بشكل عام. طبعا تبعات هذه النظرية: أولا، تطابق مستويات الكفاءة في الاقتصادات التنافسية يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأجور. إذا وضعنا الآن المستويات العالية مع بعضها والمتدنية مع بعضها، ترتفع مستويات الأجور للكفاءات العالية، وطبعا بتكون أصلا منخفضة للكفاءات المتدنية. ويكون أثر النوعية، نوعية المستويات، على حجم الإنتاج ومعدل الأجور متصاعد وغير خطي، فانخفاض الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الأجور،
وارتفاعه يؤدي إلى ارتفاع الأجور، وينطبق ذلك على كل اقتصاد. ثانيا، رأس المال العالي القيمة والمعقد يميل إلى النوعية العالية من العمالة والمتطابقة معه، إذ أن أفضل العمال يعملون مع أفضل الآلات، فلا تستطيع إدارة حرب إلكترونية مثلا بمتخصص في الشعر أو التاريخ. ثالثا، عمالة الدول الفقيرة تتخصص في الصناعات البسيطة، وعمالة الدول الغنية تتخصص بالصناعات المعقدة والثقيلة. رابعا، كلما انخفض عدد المهام الموكلة للعمال ارتفعت كفاءة الواحد منهم. لننظر إلى هذا التمثيل البياني، وأنا الآن على المحور الأفقي، الكفاءة من 0.5 حتى نصل إلى 100%. هنا على المحور العمودي كمية الإنتاج أو نسبته إلى الكل، بكون عندي طبعا 100%، 80 وهكذا إلى أن أصل إلى 1% ثم 0. الآن دعنا نتخيل أنه عندما يعني يكون عدد المهام كبير، هذا الآن دالة الإنتاج، كلما ارتفعت الكفاءة الآن نصل إلى تقريبا، يعني نحاول أن نصل إلى الإنتاج الأعلى اللي هو 100%. لنفترض يعني حجم الإنتاج عند عدد المهام يساوي 30. الآن لاحظوا إذا قلت المهام، هنا حجم الإنتاج عند عدد المهام يساوي 10، هذا الآن خط الإنتاج اللي كل عامل أو عدوا عليه 30 عامل، كل واحد يقوم بمهمة، أو العامل الواحد لديه 30 مهمة، فبتكون طبعا دالة الإنتاج تنخفض بشكل كبير جدا عند مستويات كفاءة متدنية، وترتفع تدريجيا عند مستويات كفاءة عالية. لكن إذا قل عدد المهام الموكلة أو عدد العمال على خط الإنتاج، فإن الإنتاج يرتفع، كلما زادت كفاءة العامل بيرتفع كمية الإنتاج أو نسبته من الكل. الآن هاي الآن الخط المستقيم أو اللي يعني منحنى لكنه متصاعد بشكل كبير، حجم الإنتاج عند عدد المهام 2، نفرض أنه خط إنتاج فقط بقوم العامل بمهمتين، أو عندي عاملين عليه كل واحد يقوم بمهم معينة. فالآن لاحظوا لي أنه عند مستوى 90 من الكفاءة، نلاحظ على أنه إذا كان عدد المهام 30، بأن 90% من الكفاءة أدت إلى إنتاج بسيط جدا جدا. لكن لما يكون عدد المهام 10، فبتكون بالحالة هاي الآن كفاءة الإنتاج وصلت إلى 70 تقريبا مثلا يعني. وأخيرا، إذا أنه كفاءة الإنتاج كانت 99% وكان عدد المهام فقط 2، فإن الإنتاج قد يصل إلى 100% منه ما هو مطلوب. الآن أشكر لكم حسن متابعتكم، وسيكون المقطع القادم بإذن الله تعالى عن نظريات السكان، راجيا أن تبدوا آرائكم حول المقطع والاشتراك بالقناة من أجل تعميم المعرفة بلغتنا العربية الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى بمقطع آخر فيه الفائدة المرجوة لجميع الأحبة المتابعين والطلبة الأعزاء.